السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معي في قناة لمسة أمل، وحشني جدا. الأول برحب بكل المشتركين وكل اللي بيشوف الفيديو عندي النهاردة وكل اللي موجود عندي في القناة، بحبكم جدا جدا وبشكر دعمكم معايا. وطبعا النهاردة الفيديو بتاعنا محتاجاكم فيه جدا جدا، محتاجة رأيكم. معظم اللي متابع القناة معايا عارف ان انا فرح ابني قرب، فاحنا خارجين النهاردة علشان نشوف الفساتين اللي هنلبسها في الفرح انا وبنتي، السواريهات يعني. فعايزة نشوف الجولة مع بعض النهاردة وتقولوا لي رأيكم ايه، وفي نفس الوقت واخداها زي فسحة النهاردة. طبعا انتوا عارفين كورونا مخليانا ما بنخرجش بقالنا فترة طويلة جدا، زائد كمان التوضيبات اللي بنعملها في شقة ابني مخلياني مش بعرف اخرج من باب البيت خالص الا للضرورة القصوى يعني. فقلنا فرصة النهاردة اخد معايا اولاد نتغدى برا ونقضي جو حلو كده ووقت حلو مع بعض. تعالوا بقى يلا بينا كده، اول حاجة هندخلها مع بعض اهو، ده محل حلو جدا دايما عامل سيل، ده اسمه ديفاكتو في شبين، بصراحة أسعاره تحفة يا جماعة ودايما عامل سيل يعني وعروض طول السنة. دخلناه كان التصوير ممنوع، بس أنا حاولت كده أن أنا أجيب كام لقطة كده على السريع أوريكم الحاجات اللي فيه جوه. وبالفعل اشترينا أنا وبنتي شوية حاجات منه، بس إيه يعني هشوف كده لو الفيديو ما كانش طويل لما أروح البيت هوريها لكم. طبعا هو عنده بلوزات حريمي، وطبعا عنده شبابي برضو، وعنده أطفال، عنده حاجات حلوة كتير جدا. شوفوا معايا كده نظرة عامة على المكان. بس لقطة كبيرة كده عن المحل. وهنخرج دلوقتي من ديفاكتو وبعدين نروح نشوف السواريهات والفساتين اخبارها ايه. طبعا معظم محلات الفساتين كانت رافضه التصوير من جوه، فقلت اوريكم كده من بره الباترينا فيها ايه وتشوفوا معايا كده وتقولوا لي رايكم في محل رد ان احنا نصور فيه. هتشوفوه معايا دلوقتي، يعني يا ريت الفستان اللي يعجبكم تقولوا لي عليه في التعليقات وتقولوا لي شكله حلو ولا لا. طبعا ده المحل اللي وافقوا ان احنا نصور فيه، كانوا ناس في منتهى الذوق والاخلاق فسابونا نصور براحتنا خالص. في فساتين قديمة يعني ظاهرة كده بقالها اكتر من سنة، وفي فساتين تانية كانت جميلة واسعارهم بصراحة كانت حلوة جدا مناسبة جدا جدا يعني. فهسيبكوا دلوقتي بقى كده تشوفوا، والفستان اللي يعجبكوا تقولولي عليه لونه ايه واجيبه ولا لا. عنده كل حاجة تخص البنات والستات من الألف للياء، محل شيك جدا جدا. وبوجه تحية للبنات اللي شغالين هناك زي العسل وأمارات، وبحبكم جدا وكنتوا زي العسل وانتوا بتتعاملوا معانا وذوق جدا، بوجه لكم تحية حبايبي. كانوا بيحاولوا يقنعوني بالفستان ده، بس ما اكذبش عليكم ما عجبنيش، هو ممكن يكون حلو في نظر ناس تانية بس ما حسيتوش يعني، فما حبيتش ان انا اجيبه. بيفرجوني دلوقتي بقى على معظم الحاجات اللي موجودة هناك. انا مش عارفة بصراحة الالوان اللي ماشية موضة دلوقتي ايه، بس انا اعتقد ان الاسود يعني سيد الالوان، ولا ايه رأيكم؟ ودلوقتي خرجنا علشان نكمل بقى نشوف في مكان تاني، هو عجبني هناك حاجات ورجعت له تاني، بس انا خرجت كده اشوف جولة علشان ابقى عارفة كل الدنيا فيها ايه يعني في المحلات. فهتشوفوا معايا دلوقتي برضو محل تاني، شفنا من بره فيه كام فستان كده،
الجو كان حلو جدا جدا، وبصراحة الخروج بالليل احلى من النهار بكتير، بيكون في كده نسمة هوا جميلة، والناس كلها تحس انها خارجة زهقانة فخارجة بتتمشى، مش في دماغها هدف معين، الناس ماشية كده وخلاص. فبصراحة كان جو حلو جدا ووقت حلو قضيناه انا وولادي مع بعض. محل على شكل اتوبيس يا جماعة، شكله تحفة. بصوا طبعا كنا جوعنا في وسط الجولة، فاخدت ولادي ورحنا مطعم كده كلنا سندوتشات زي ما انتم شايفين كده. انا عايزة اقول لكم نصيحة، يعني حاولوا تمتعوا لكم على قد ما تقدروا، احنا مش عارفين الدنيا مخبية لهم ايه، ومش عارفين احنا هنعيش لهم قد ايه، ففرحوهم ومتعوهم على قد ما تقدروا وبحاجات بسيطة على قد الإمكانيات. احنا بعد ما اتغدينا دخلنا المحل ده، المحل ده كنا معديين من عليه بالصدفة، شكله عجبنا تحفة من بره، اسمه خير زاد بصراحة، يعني كان عنده حلويات جميلة جدا، هو مشهور اكتر بالكنافة النابلسي، وعنده طبعا جاتوهات وكل الحلويات، تشيز كيك، ايس كريم، فولادي طلبوا اللي هم عايزينه كده. وبعد كده خلاص الوقت كان اتأخر، وقلنا كفاية الجولة بتاعتنا النهاردة كده ونروح. وبعدين عايزة رأيكم تقولوا لي بقى ايه الالوان الحلوة اللي احضر بها فرح ابني، ولو عجبكم فستان من الفساتين اللي انا صورتها قولوا لي عليها في التعليقات لونه ايه وايه اللي يليق عليا. بحبكم جدا جدا، وفرحت النهاردة وفرحت ولادي الحمد لله، كان يوم جميل زي ما قلت لكم في الفيديو كده، فرحوا ولادكم على قد ما تقدروا، فرحوا ولادكم على قد ما تقدروا على قد امكانياتكم، كلها حاجات بسيطة بس بتسعد ولادنا، ربنا يا رب يسعدهم بينا ويسعدنا بيهم. اتمنى الجولة بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم، وبتمنى لكم السعادة وراحة القلب وراحة البال، واشوفكم في فيديو جديد، وبحبكم جدا جدا في الله.